الموضوع الحكومة كونها هكذا تبقى ساكتة وغافلة، علاجها واحد من اثنين، إما هذا الدعم يسحب بحيث تباع هذه السلع بسعر الحقيقي ويبقى الليبيين كانوا بيساعدوهم، كانوا يريدون أن يساعدوا الليبيين، يعطوهم هذه ال 17 ل 20 مليار يعطوه لهم في مرتباتهم، الأسر اللي عندها مرتب يعطوه له في مرتب، اللي ما عندهاش يعطوه له بطريقة أخرى، يثبت رقمه الوطني وكذا اللي هو مش مزور، ويعطوه هذه المبالغ وبعدين يشتري ولا يشتري. والطريقة الأخرى كما قلت تعمل قوة مدججة بالسلاح تمنع التهريب على الأقل، ما يكونش هكذا جهارا.